أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع برنامجكم فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم يتعلق بحسن الصيام وبدرجة إتقان الصيام، وهو متعلق بمدى جواز استعمال فرشاة الأسنان واستعمال معجون الأسنان. لعل الذي يدفع الناس للسؤال هو أنهم يتخوفون إلى أن ينزل شيء من المعجون مع الريق مثلا إلى جوف الإنسان، وبذلك يتناقض مع مفهوم الصيام فيكون مفطرا. لكن الأصل في هذا الدين أن يكون المسلم متطهرا متطيبا نظيفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن الجمال أن يجمل الإنسان ثيابه وأن يعطر نفسه وأن يطيب كذلك أسنانه، بل سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الإنسان السواك، وكان يستعمله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى أنه قال: كدت أن أحفي مقادم أسناني، يعني هذا من كثرة استعماله للسواك. فنظافة الفم مطالب بها كل مسلم. لكن استعمال الفرشة إذا لم يؤدي إلى أن يبتلع المسلم شيئا من المعجون فهذا مباح ولا شيء فيه. فعلى المسلم إذن أن يحتاط وهو يستعمل فرشاة الأسنان أثناء الصيام، يحتاط جدا إلى أنه ينبغي عليه ألا ينزل شيء من المعجون إلى جوفه، لأنه إن نزل شيء من الجوف صار بذلك مفطرا. لكن في الظروف العادية استعمالها لا شيء فيه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.